أعطيكم قصة طريفة على طاري التعبير. تفضل. إذا بتعطينا شيخنا بحق راعي السوبر ماركت. طبعاً أنا أعرف بعض سواليف الشيخ. حقة السوبر ماركت، شوف هي قضية أنا بعطيكم هذه واللي بعدها حقة راعي السيارة. أما حقة راعي السوبر ماركت، الناس الآن ما شاء الله كل يوم يطلع لنا شخص في يوم وليلة يصبح معذر. أمس معهم تعشيت ويوم ما شاء الله ما مثل 100%. بكرة الصبح يتصل عليك ما شاء الله مفسر. كيف؟ الله جل وعلا فتح الله عليه وما ندري وشلون. من الطرائف والمواقف قبل كم يوم في سوبر ماركت نزلت عاجل قبل الأذان، أذان العشاء، أبجد عيالي عشان يمدين على مسجدي. يوم نزلت وأنا عاجل وأخذ الأغراض وكذا، يوم دريت قبل شخص والله يعرفه بشكله، كان يجي حضر أحيانا بعض المجالس الذكر، أعرف رجل يعني رجل يعني عادي، رجل شخص عادي يعني ما عنده لا علم. فالسلام عليكم، قلت وعليكم السلام، هذا والله بسليمان تحياك الله. قال اجتمعوا المفسرين. شلون؟ قال اجتمعوا المفسرين مفسر الرؤى. أنا يوم قال مفسر الرؤى بدأت ألتفت أدور اللي يفسرون، قد هذا أبو فيصل الحفيتي ولا يوسف المنصور ولا فلان. لفت والله بين السيارة أدور أحد يطلع يمين ويسار. قلت منه؟ قال أنا أفسر الأحلام. صحيح عجيب. قال لي موقع لتأويل الرؤى الانترنت. موقع على الانترنت. على الانترنت ما شاء الله، الله يفتح عليك ويفك يا رب العالمين. قال وش تأويل الخروف؟ شلون؟ قال وش تأويل لتفسير الخروف؟ قلت والله له معاني كثيرة على حسب سياق الرؤية. قال ممكن يكون زواج. قلت إيه ممكن يكون زواج. قال أنت تقرأ في كتب تأويل الرؤى؟ لا والله ما أقرأ. قال أخذت أنت التفسير عن طريق الكتب ولا عن طريق الموهبة في رأسه؟ لا والله ما قرأ. قال لا أنصحك أن تقرأ كتب تفسير الأحلام. سلام. سلام سلام أبشر. فأحيانا يعني أكثر المؤول من ضمن القصص، قصة واحد هو بادئ بتأويل الرؤى، فجاء مر مسكن قال مسلم والله شفتك رؤيا بالثمانيات ما شاء الله رشدي. قال اني رايت يا مسلمان انه كانه واحد اشترى لي بألف ريال عقار فضي مشماغ فضي وثوب فضي، كانه اشتراها لي بألف ريال. خير ان شاء الله. وش فسرت هنا انت؟ قال فسرت الثوب بانه زوجة صالحة. ما شاء الله. طيب وش ما؟ قال وش ما علم خير ان شاء الله. طيب والعقار؟ قال العقار عقل وحكمه. ما شاء الله. قلت ما شاء الله تبارك الله. هذا مفسر ريفي يا شيخ. قلت يا فلان والله اغفلك انت سيارك تقطع. قال ايه؟ قلت غير البلف الله يحفظك. غير وشو؟ غير البلف. البلف؟ اي غير البلف. تغير البلوف جزاه الله خير وصفت سيارته. فالرؤية ما لها علاقة أحيانا بالظاهر. بعض الشباب جزاه الله خير يتحمس يصير طقطق له برؤية رؤيتين ما شاء الله هو صامت. إيه لأن بعض الرؤى واضحة وظاهرة وسهلة الكثير من العوام. يعني لو أسأل الوالدة فسرت لي، ومن الناس ما شاء الله تبارك الله من فتح عليه في بعض الرؤى التي تكون فيها قوة. طبعا لو كان المجال متسع أعطيتكم نماذج قوية في مسألة الرؤى والدلالات وتعبيرها وقياسها وكذا. طيب شيخ معلش.